نتحدث أكثر عن آخر التطورات في الأسواق العالمية. تنضم إلينا من الاستوديو لينا قنوعة، هي محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك لينا معنا. أهلا بك. أهلا لينا. نتحدث بداية عن آخر التطورات التي شهدناها، وتحديدا عن الأسبوع الماضي على شتى المجالات شهدنا نوعا ما من التقلبات قوية على سواء على أسواق الأسهم وكذلك أسواق السلع. نبدأ من وول ستريت، وبعد الأداء الذي شهدناه وأسوأ إغلاق أسبوعي كان هو منذ فبراير الماضي، ربما ماذا نتوقع خلال الفترة المقبلة ومع افتتاحية هذا الأسبوع؟ هل نشهد مزيد من الضغوط خاصة مع المعدلات والبيانات الاقتصادية التي كنا قد شهدناها خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة؟ بالنسبة لمؤشرات الأسواق الأمريكية، كما ذكرتي كانت إغلاقات سيئة لوول ستريت بشكل عام، لكن بدأنا نشاهد الارتفاعات يوم الخميس والجمعة وعودة لارتفاعات لجميع المؤشرات. يعني من بعد ما وصل مؤشر داون جونز ل 35,000 بلشنا نفقط 2700 نقطة، 244 نقطة وصلناها لمؤشر اس اند بي 500، بلشنا ننخفض بقوة يعني بسبب المخاوف انه التضخم الذي ارتفع ارتفاعات كانت قوية واقوى من توقعات المحللين ب 4.2%، يعني ما كانت عم تتوقع الاسواق مثل هذا الارتفاع. هذا اثر على اسهم التكنولوجيا، اسهم التكنولوجيا بشكل عام بتحب بيئة اسعار فائدة منخفضة، فبالتالي اذا نظرنا مثلا الى امازون، تسلا، مايكروسوفت، شفنا كيف اسعار الأسهم انخفضت بقوة بعكس جي بي مورغان، سيتي بانك كلها ارتفعت. يعني وصل مثلا جي بي مورغان ل 164 دولار. عم نشوف انه في العائد على السهم عم بيرتفع من الربع الثاني من عام 2020، وخاصة حقق آخر شيء العائد على السهم على جي بي مورغان ب 4.5%، فبالتالي هذا بيعتمد دائما تحقيق العائد او النمو اللي عم نشوفه العائد على السهم مرتبط بالتعافي الاقتصادي، بتم تقييم السهم على اساس التعافي الاقتصادي. فبالتالي يعني حسب الاي بي جي فانه انه بتقيم حسب الارباح الشركه، حسب التعافي الاقتصادي، وايضا حسب كيف عم نشوف انه العائد على السهم، كيف انه النمو المستمر على السهم. فهناك عم نشوف توجه لاسهم منطقه، لا استبعد انه تستمر الارتفاعات، لكن يكون التوجه على استثمارات نحو أسهم منطقة، لأن الأسهم صارت تقييماتها عالية اللي ارتفعت بشائحة كورونا، ورح نتوجه للأسهم اللي عم نشوف فيها تعافي اقتصادي، عم تحقق أرباح، فبالتالي ولا استبعد التذبذب في هذه الفترة لحين تظهر بيانات وأيضا اجتماع الفدرالي الأمريكي اللي ما متوقع أنه مستبعد أنه يصير شيء. بالنسبة للأسواق السلع الأخرى، شهدنا الذهب الذي سجل من على الرغم من تراجعات أسواق أخرى، ولكن الذهب كان من أحد أكثر المستفيدين خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى ارتفاع في 3 أشهر. من جهة لدينا مخاوف جائحة كورونا واستمرار الإصابات وكذلك تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى أي مدى سيستمر ربما هذا الاتجاه الصاعد، وهل سنشهد المستويات التي كانت متوقعة سابقا خلال العام الماضي؟ نعم، بالنسبة للذهب كما ذكرتي عم نشوف إغلاقات اقتصادية بعدة دول، ارتفاع حالات الإصابة في الهند، الإغلاقات الاقتصادية بتساعد انه دعم لأسعار الذهب. عم نشوف عم تقولي تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، هذا بالعلاقة العكسية اللي بتربط بين الذهب وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. عم نشوف خلال الشهر والشهر الماضي كيف عم بيرتفع الذهب بأكثر من 4%. طبعا توقعات ما زلنا بنقول اتجاه صاعد، خاصة 1850 اللي حصل بأسعار الذهب، شافت البيانات يعني التضخم بيعتبر أداة تحوط ضد مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد، لكن وقت شفنا أنه التضخم عم يتظهر البيانات أسعار المستهلكين ارتفاع كبير، أخذ الذهب الموضوع بسلبية، أنه خافوا أنه الفدرالي الأمريكي يقوم برفع أسعار الفائدة في وقت قريب، لكن أنه عم بيقول ما زال الفدرالي الأمريكي رح يستمر بسياسته التحفيزية، لن يقوم برفع أسعار الفائدة. التعافي الاقتصادي ما زال رغم عم نشوف تعافي، لكن لسه بيحتاج لفترة أطول، إنه التضخم رح يكون عابر أو مؤقت. بالتالي بلشنا نشوف إنه كيف بعد ما قرأها بسلبية المتداول، بلشنا نشوف ارتفاعات لأسعار الذهب، ممكن نشوف 1900 دولار مستمرين بهذه الارتفاع في حال إنه استمرت، يعني ما في تغيير بالسياسة الفدرالي الأمريكي، وخاصة عن اجتماع أعضاء الفدرالي الأمريكي رح يكون هاي الجمعة، ما رح يكون في أي تغيير أو أي مستجدات، وخاصة رح نستمع لأعضاء من
الفدرالي الأمريكي، حتى يعني بالعادة ما بيكون له تأثير هذا التصريحات، لكن ممكن يشوفوا أو المتداول يراقب الموضوع إذا بده يحكوا عن التضخم، وهل إنه ممكن نشوف يعني برفع أسعار الفائدة، بس لكن تغيرات في السياسة في التحفيز إنه ما رح يكون في تغيير، فمتوقع إنه الاستمرار لارتفاع لأسعار الذهب، ممكن نشوف 1900 دولار. أنا مع توجهات إنه المدى صاعد لأسعار الذهب في الفترة المقبلة. طيب في هذه الحالة ماذا نتوقع للدولار؟ هل يستمر في الدولار الأمريكي عكس الذهب بما أنها تربطهما العلاقة العكسية؟ في الدولار الأمريكي يعني حقق يعني انخفاضات يعني منذ فبراير الماضي، متوقع أن الدولار الأمريكي رح ننتظر بيانات كتير مهمة، مؤشر ولاية نيويورك التصنيعي، مؤشر فيلادلفيا التصنيعي، رح نشوف يوم الجمعة أهم شيء، ومدير المشتريات اللي بيطلع يوم الجمعة رح نراقبه عن كثب، لأنه هذا أهم البيانات اللي بتطلع بوقت مبكر بتعطينا بصورة أوضح عن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف رح نقدر نقرأ هاي البيانات، وكيف توجهات الفدرالي الأمريكي، وهل رح يستمر بنفس سياسته التحفيزية. لو استمر بالمتوقع أنه يستمر بسياسته التحفيزية الأمريكية بشكل أطول وما يقوم برفع أسعار الفائدة، وحتى لو بدأ أنه بيجي رح يبلش يعني بدأ بتخفيف السياسة أو بتشديد السياسة عفوا، نبلش أنه ببرنامج شراء الأصول. فأنا متوقع أنه على المدى المتوسط والطويل يكون في دولار أمريكي منخفض في حال بقاء سياسة التحفيز وأسعار الفائدة المتدنية، وانتظار البيانات الاقتصادية اللي حتحدد لنا توجهات الدولار الأمريكي. نعم، وأنا أشكرك لينا غنوع، وأنت محللة أسواق عالمي في مجموعة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا لك.